اعتمدت هذه الدورة في نسختها الأولى على الإطار العام لمفهوم المنهاج، منهاج استثمار السيرة النبوية، خصوصا وأن هذه السيرة هي ليست سيرة إنسان عادي، هي سيرة إنسان مؤطرة بالوحي، هي تجمع بين الأرض وبين السماء، تجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة، تجمع بين الخالدي والبشري، تجمع بين النسبي وبين المطلق. فكان يجب على الإنسان أن يستثمر هذه السيرة في كل حياته، في كل حياته مسترشدا ومستنيرا ومستهديا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصة لنخرج السيرة من ذلك الحيز الأكاديمي أو من ذلك الحيز الوعظي إلى منهج الحياة العام. هذه الدورة الأولى تندرج ضمن محاولة لتجديد باراديم التعامل مع السيرة النبوية، من حيث أن هناك حاجة مريحة لصياغة صورة للرسول صلى الله عليه وسلم للآخر لغير المسلم، وكذلك محاولة للتعرف بنظرة جديدة من طرفنا إلى هذه الشخصية العظيمة، شخصية الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.